ثاني عندنا الجو ثاني الجو ثاني عندنا الجو ثاني هذا المخرج باللي معه افكاره حلوه مرتبه اجواء رهيبه ممتعه تحدي بس مو موهبه ثاني الجو ثاني عندنا الجو اسمع الجو ثاني لو كنينا كلها هنا مجال هذا وملعبه الجو ثاني عندنا تابع وعيش التجربة الجو ثاني إخراج لحظة فاتنا مهما تنوع قالبها الجو ثاني الجو ثاني الجو ثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من جو ثاني. حنا اليوم في سوق الخضار، سوق الفواكه. السوق هذا يرتفع سعره وينزل سعره مثل سوق الأسهم، بورصة. تلقى مثلاً طماط سطل بريالين، مرة يجي 30، الكوسة ترتفع، الكوسة تنزل. شو الأسباب؟ بشتة تنزل، الصيف ترتفع، لكن ما نخلى إلا لازم نجي نفس المكان وناخذ ونشري لأنه يعتبر شيء أساسي. اللي عليه نقص فيتامين، اللي يعاني من 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 يعني لازم يجي واحد هنا ويشري. طبعاً المشرف على المكان هذا اللي هو وزارة البيئة والزراعة، شيء خربان، شيء قديم، شيء فيه سوس، على طول يصدرونه. يشوفوا الفواكه والبرتقال، التفاح والموز، بصل، طماط، أشياء كثيرة. Go. الجو ثاني الجو ثاني طبعا ما شاء الله هذه أول بسطة موجودة ومن أكثر بسطات يعني اللي ما شاء الله مرتبة ومنظمة و يعني فيها التين وفيها ما شاء الله انواع الاصناف الفراوله والمانجا. يعني شوف في بعض الخضروات وبعض الفواكه يمكن كلنا نعرف له من شكله، يعني من برا تشوفه شكله كويسه والى اخره، بس في بعض الاشياء لا، لازم واحد خبير، والخبير يحتاج انه مثلا بطيخ شلون تدري من داخل انه حمراء؟ تاخذه من السوق تروح البيت تفتحه تصير بيضاء. نبي نروح نشوف كل الاشياء هذولي، بس هذه بسطه. تعال شلونك؟ الحمد لله. انت كم لك تبيع هنا؟ اكثر. كم سنة؟ يمكن 5 سنين. 5 سنين؟ ايه. طيب الخضرة هذه والفواكه من وين تجيبونها؟ من المزارع العزيزية. انتم متعاملين مع واحد يعني ولا من اي مزرعة تاخذون؟ مع واحد متعاملين. طيب وش افضل الاشياء اللي موجوده الحين وسعرها رخيص؟ عندك زي الجوافه، زي التين، هذه كلها بلديه يعني وسعرها رخيص. بلديه؟ ايوه. بلدي إيه. تمام. طيب وكم لو جيت ابشري تخصم لي؟ ابشر. كرتون التين بكم سعره؟ كرتون التين هو ب 25 بس لك ابراعيك فيه. كم؟ بحسب لك ب 20. واذا اخذت ثلاث؟ ثلاث مال كل الراك. عطنا السعر كم؟ الوالد بيحاسب لك. ما وديك تنقض عشان يهاوشنا؟ لا ما عليك. طيب الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا. الجو ثاني الجو ثاني. طيب وصلنا عند مسوق الصراحة، يعني وحنا مارين شفنا واحد ما شاء الله تبارك الرحمن. حياك الله. يا مرحبا. شو اسمك؟ عطيت الله الرشيدي. ونعم. لك سوق. كم لك بالسوق؟ حوالي 6 سنين أو 7 سنين. فاهم بالخضار، ما حد مرة ما حد يضحك عليك. بعد. طيب أنتم تجيبون الخضرة والفواكه بديننا؟ هذه دمعت مزارع وفيها. وين المزارع هذولي؟ هذه كلها مزارع، الفواكه هذه فيها من نستوردها من برا، عندنا بعض الأحيان مزارع بلدي. طيب نزلناها من أدينا وين راحت؟ نفرشها على الطاولات بضاعة فريش، نفرش داخل الثلاجة. طيب خلينا نروح نشوف تفضل. الجو ثاني الجو ثاني. طيب ليش في شيء بالثلاجة وشيء برا؟ الثلاجة تحافظ، وهذه تكون طبعا فواكه فريش. تمام. وايضا الزبون يقدر ياخذ راحته. تمام. وش الموجود بالثلاجة؟ في اشكال وانواع الفواكه. مثل عندك السفندي، وفي البرتقال والموز والتفاح، وعندك الفواكه اليمنية اشكال وانواع. طيب نقدر نذوق صح؟ خذ بالعافيه.
وش تختار لنا شيء ندوقه؟ خذ يا مال الغنيمة. تسلم على طول عمرك. طيب نروح الجهة الثانية، وين نروح؟ خلنا نوريك داخل الثلاجة. آخر الثلاجة يلا. الجو ثاني ثاني، الجو ثاني ثاني. زي ما انت شايف هذا السفندي المغربي من الحجم الصغير. شو تفرق بين السفندي المغربي والسفندي الافريقي؟ هذه عندك الشركات مطبوعة فيها. وطعمها ايضا يفرق. من الشكل تقدر تعرف؟ من الشكل المعروفة. الفرق بين هذا الافراق البينة. تمام. وعندك هنا الفطور عمان. فطور عمان؟ عمان. ترى هذا من افضل الفطريات. هذا يوكل عادي كذا ولا لازم؟ لا يطبخ؟ هذا يطبخ. لازم. جربته انت؟ وش طريقة طبخه هذا؟ مع ماء؟ هذا يسوونه مع طبخ. الطبخ. هذا الليمون ابو زهيرة. افضل انواع الليمون. ابو زهيرة. ويقولوا الافندي الصيني. ايه الافندي الصيني. نبي نرجع له، نرجع له، خلينا نكمل. او هذا هو. عندك الحبة هذه كبرى. هذه تاكله مع القشر؟ لا هذه تقشرها وتنكل بعد البشر. ما قشرته ما بقى شيء. بلا هو جواها بس قشرته على خفيف. سم. وعندك تين حوطة القصيم. حوطة افضل انواع التين. مزارع ابن تيمية. وهنا التين الحساوي. بيت الله. قضت. لا فيها. هنا ايضا التين الحساوي وعندك التين الثاني الحجم اصغر. وش افضل انواع التين؟ أفضل نوع التين اللي هو الفرش والسكري وهذا كلهم ممتازات. لا لا عطني لا الأفضل. إيه؟ الأخضر. هذا من وين هذا؟ هذا عندك حساوي. تين حساوي. وهذه الفراولة المصري. وهذا المانجا التيمور يمين. سم. بالعافية. أبد. وهذه لي. وهذه الكمثرى الأسباني. هذا وشو؟ كركم. كركم من افضل عادل الكركم. هذا الفرش هذا 200% وجه كذا. ايوه. وعندك العنب الايطالي هذا من افضل انواع العنب. في حب بدون حب؟ بدون حب لكن افضل نوع. يلا نبي ناخذ واحد. اختار لي واحده. خذ لك حبه بالعافيه. ما عليك. لا 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 خذ لي واحده زينه. انا بشتري من عندك. لا هذه زينه. يا سلام. عطر كيس. عطر كيس. و عبد الرؤوف بعدين تقضى. ايه لازم. اي خل بس وجهك لما الكاميرا مش عكس يعني فهمت. وعندك التوت البلوبيري والاحمر. التوت الاحمر هذه عندك فريش يعني امريكانا. هذه وش هذه؟ هذا رمبوتان وهذا المنقستين. رمبوتان وش؟ رمبوتان ومنقستين. افضل انواع الفواكه هذه تراها صينيه. فاكهه صينيه. رمبوتان ومنقستين. وهذا توت البردي بلدي يعني. اي هذا من هنا. افضل انواع التوت اللي هي هذه ثلاث اربع انواع. طيب وش اخذنا هذا ونبي ناخذ شيء؟ ناخذ معنا شيء عشان ناكله بالسياره شباب ايش رايكم؟ ما عليكم اخذوا حسابكم. معتز ناخذ توت. لا توت لا لانه لو طاح على مرتبه من الله. لا ما يصح توت. وايضا الخوخ افضل انواع الخوخ هذا. تاكلون خوخ؟ لا هي. طيب والكمثرى الاسباني. يا سلام ما شاء الله الصراحه أنواع. سوقكم متكامل. ايه لازم عندنا اول شيء نوفر اغراض العميل منتجات ويكون كل شيء يفرش يعني. يا سلام. احنا بشكل روتين يومي ننزل دنة او دنتين في اليوم. حلو. شب يومي. بشكل يوم الجمعة دنة دنتين كذا ويوم السبت دنتين. طيب ايام يوم الجمعة هو اكثر يوم. يوم الجمعة يوم السبت يوم الخميس كذا. هم بعدين يا يوم الاثنين والثلاثاء خلاص. هذه ننزل دنة. دنة واحدة كل يوم. دنة جامبو اكبر من كل يوم ولا؟ كل يوم. ما شاء الله. الله يبارك لكم. اللهم ان شاء الله. نبي نطلع. احنا طالعين نبي ناخذ بعض الاشياء. اخذوا راحتكم معكم. تين وعندك الكيوي هذا. وفي الكيوي مطعم مانجا وفي الكيوي العادي. تنصح انه واحد اثنين ثلاثة؟ كله لان افضل نوع واكثر مبيعا عندنا. عطنا كرتون زين.
ترى أبد أفضل عندنا شيء هو العميل. العميل يأخذ شيء طيب ويأخذ شيء فريش. هذا ممتاز. هذا أفضل شيء. يلا بسم الله. وعندك الأفوكادو. السيارة نبي نقعد ناكل. عندك الأفوكادو. أفوكادو إيه؟ هذا أفضل نوع. هذا اللبناني. الأفوكادو حسه مع العصير زين، مع غير عصير مو زين. وبرب كافي وجبة فطورية. زين طعمه. وجبة الفطورية مرة ممتاز. ما نصحون في الأفوكادو. الأطباء. إيه. لا ما نبي. خلاص تين وعنب. طيب الكمثرى. طيب بسألك سؤال، إذا جاوبت عليه. إذا جاوبت عليه لك مني هدية. إيش هو؟ السؤال أبي تذكر لي خمس فواكه مذكورة بالقرآن. يمكن موجود بعضنا هنا. طيب عندك بسم الله الموز. مذكور بالقرآن؟ مذكور بالقرآن يا شباب؟ حلو. والتين. والزيتون. وش ثاني؟ والرمان. والمانجا. الله يعافيك. يكفي هذول يا شباب؟ لا زيدوا عندك الفراولة الأمريكي وفي الفراولة النوع الثاني هذه. المشكلة الشباب فراولة فما يأكلون فراولة. هذا المشكلة. إيه. الفراولة تأكل فراولة. إيه لا بس اللي قاعدين نشوفه حنا شوك يأكلون فراولة. لما هم فراولة. يلا طلعنا. ثاني. الله يعطيك العافية يا طيس الله ما قصرت. مكانك هذا وينه؟ هذا مكان عندك المروج حي الشمال حي المروج. تمام. مخرج خمسة. مخرج خمسة يا جماعة الخير أنصحكم الرجال هذا يتوصب الواحد اللي بياخذ من عنده صراحة يعني ما شاء الله أنا أول مرة أشوف حجم تين بهالحجم هذا بلدي. هذا البلدي. بلدي بعد ومن القصيم. يا سلام اغلب الخضار عندكم من القصيم؟ ايه القصيم وفي اللي تجيك مستورد من برا. ايهما زين المستورد ولا من القصيم؟ لا الافضل تجيك البلد. القصيم هذه ديره حلوه. هي افضل الديار. رحت انت قصيم اول؟ احنا عندنا مزرعتين في القصيم. ما شاء الله وين بالقصيم؟ عندك القصيم جنب الحوطه. حوطه قصيم مزرعتين. صلى الله يبارك لكم ان شاء الله. وابد اللي يدينا من عند اخونا الكريم. ايه عندك المايك حطه عند فمك. اسم الكريم محمد. ونعمل يدينا من طرف اخونا محمد الى خصم يعني مره. من الاخر. وابد اللي يدينا يعني اللي نعطيه خصم ذا جوده عاليه واسعارنا مميزه وهو افضل شيء عندنا العميل نحن. ثاني. يا جماعه الخير البطيخ وعالم البطيخ عجيب. شلون تدري انها بيضة؟ شلون تدري انها مطوفة؟ شلون تدري انها حمراء ولذيذة؟ هل نقدر ندري من برا ولا لازم نفتح على السكين؟ يعني اول كنا ناخذه او يبيعها لنا واحد. بالنهاية نصل البيت نفتح نلقى بيضة. ولا صارت بعد عزيمة يا مصيبة. فنبي نروح لمهلة خبرة، انا عندي خبرة بسيطة جدا وبسوي تحدي انا وصاحب البضاعة. اللي طلع الثانية هو بيختار واحدة وأنا بختار واحدة. إذا حقتي أطعم من اللي هو مختاره فمعناته الثنتين حساب هو بيدفع. وإذا صار هو مختار واحدة زينة فمعناته أنا بدفع الثنتين. هنروح لما. حياك الله. يا أهلا وسهلا. بشرنا عنك. كيف أمورك؟ بخير. والله بشرك. سوينا تحدي ترى. حلو. بس أبو من؟ ابو عوض. ونعم الله ابو عوض. الله يحييك ابو عوض. اول شيء خلنا بينا ساك عن البطيخ، شلون تدري انه حمراء بغير ما تطقه؟ اول شيء يا طويل العمر بالنظر، عرفت لون الحبه من برا. من برا اول شيء. حلو هذا قبل كل شيء. ثانيا بالصدى. طيب. علمنا عن الصدى. كل ما طلع على صدى انا بيها من برا. اي من برا تكون ما كانت فاتحه يعني شيء داخلها البياض. مثل ايش؟ بتكون حمراء مثل زي هذه الحين خضره مره. إيه؟ حمارها خفيف عرفت. حلو. هذه حمارها خفيف، هذه بتجيك داخلها بياض تجيك حمراء واكثر حلاوه. هذه من لونها. اي من لونها. شفت هذه زي كذا الحين داخلها البياض. ايه هذه بتجيك سكر الحمراء وطيبه مره. ممتاز. ثانيا زي هذه يعني الخضره اللي كلمتك عنها قبل شوي، هذه خضره يعني ما بعد اسود سواها يعني بسيط. هي حماره بس حماره خفيف عرفت. ممتاز. وحلاها قليل في نفس الوقت. ممتاز. طيب ندخل بالتحدي انا وياك. حاضرين. التحدي تختار واحدة وأنا بختار واحدة.
تمام. ونبي نذوق هنا انا وياك. حلو. اللي تعجبنا نبي نقول، ما يقول احد تعجبنا انا تعجبني. لا اخترت لا ما عليك. إيه؟ اذا اخترت انا الزينه صارت إيه؟ ازين من اللي معك. ايه. فكلها تنتين عليك حساب. ابشر. واذا صارت حقتك ازين من اللي انا اخترته. ابشر. انا بدفع حساب الثنتين. تمام خلاص توكل على الله. اختر واحده. لي ولا لك اللي بختار؟ لك انت، انا بختار لي انا. ها؟ اختار لي لك، انا بختار لي انا. خلاص اختار. لا تقعد تناظر انا. انا بختار هذا. اخترت هذه. خلنا بسمع صوته. تمام. تمام؟ تمام. ابيك تختار انت. هذا جا دوري، خل معك المايك ابو عوض. ابيك تختار. يا ابو عوض يا ابو عوض. ترى سر المهنة لها دور ترى. ها. والله فشلة لو تطلع بيضة وانا قاعد من اليوم اعزز لنفسي يقول انا ترى اعرف. لا لكن ما عليك ما عليك معتز. اختار لك واحدة. لا انا بختار اتعلم. ها. A few moments later. هذه مطوفة. ما ادري انا والله. ما تبي تعلم انا ابو عوض. تبيني اختار لك؟ اخترت. تراك انت خسران. ما عليك. اختار لي انت خسران. ما عندك. لا لا. انا ما. هنروح لها الصفة. عادي بيضة. الله لا يحير مسلم. تبغى تحيره خيره. قالوه قبلنا. هذه. 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 أكيد. أكيد. ها؟ بسم الله. توكل على الله. الطيب الطيب. جيب لي معك. يلا حطهم. هنروح هناك. نفتحهم هنا تعال. بسم الله. حط. هذه حقك صح؟ هذه لي. هذه لك ها؟ تمام. وهذه لك. وهذه اللي انا مختارها. هذه اللي انت مختارها. تمام. بسم الله. نجرب لك شيء على السكين الحين. يلا على السكين. نخلي الشباب اللي موجودين يشهدون. ابشر حاضرين. خاف تدفع ثمنهم الحين انت كاملات. ما شاء الله. تمام. تمام. يلا بسم الله. الله انت بتشوف الزين. ذوق الحلا. علي يا استاذ هذه بتاعتي. هذه اتوقع انها لي. سلم. شيء ثاني. هذا اثري اثري حق المدينه. نعلن الانسحاب يا شباب. طيب يا طيب. طيب يا طيب. سر المهنة لها دور ترى. ها. ايه. ها. ها ابو عوض. ايه ثاني. عندك خبرة وانا ما ادري. ما قطعت. ما قطعت. بسم الله. انتق. ها الأولية. ما ذقت أبو عوض. ذق وحكم. هو يقوله الحين أنا أحكم. ما أنت أحكم بعد. لا ها كيف طعمه. أنا ما ذقته. هي بتذوق من أحد من اختارته. هم شهدوا خلاص الحين انتهى. هم يمكنهم معي. ها يمكن يتفق معهم. لا ما عليك. أنا مصدقهم. من أبو عوض. وين اتفاق اللي قايلينك سر المهنة هذا خلاص قرب الاتفاق. الجو ثاني ثاني. الجو ثاني ثاني. الله كسبنا ابو عوض. كسبت يا فهيد انت اللي محاسب دلوقتي. محاسب وش؟ محاسب كسبت ابو عوض. كيف اختيار؟ كيف اللون؟ والله فرق. فرق مش؟ ابو عوض احسن منك 100 مرة. يعني ما جازك لونها البطيخة حقتي؟ خدتها على طول بتاعت ابو عوض معي. لا ايه؟
هذه تبعي. لا تبعك. الجو ثاني ثاني، الجو ثاني ثاني، الله يعطيكم العافية. طبعا الفرة هذه تعتبر من الفرات الجميلة. ليش؟ لأنه الشباب اللي هنا موجودين الله يعطيهم العافية، كل ما مرينا اللي يعطينا موز، واللي يعطينا فاكهة، واللي يعطينا عنب، فمشينا وكلنا ومشينا وكلنا. معتز تو يقول لي اني يعني احتاج انه اروح، يعني لانه يعني ما شاء الله كل واجد، فانت اخبطنا. لكن الصراحة يا جماعة الخير، الفواكه مهمة جدا، يعني خصوصا الناس اللي يعني اكله مو صحي، مطاعم برجر ما برجر، حاول انك يعني تسوي ميكس، يعني اوكي خذ لك برجر، خذ لك الدنيا، بس انه لازم تاخذ لك موز، تفاح، اغلب الفيتامينات موجوده به، اوميجا 3، فيتامين سي، فيتامين د، او فيتامين د من الشمس، بس يعني موجود فيها اكثر من فيتامين. يعني الموز من الفواكه المهمه خصوصا برمضان، يعني بعد ما تتسحر حاول انك تاخذ لك موز. ليش؟ لان الموز فيه البوتاسيوم، والبوتاسيوم يخلي الانسان ما يعطش. فالموز والتمر هذول مهمات مع السحور عشان تبدا ما تعطش. والله يوفقنا ويوفقكم، ونشوفكم ان شاء الله بحلقات ثانيه في جو ثاني ومكان ثاني. مالا ثاني ثاني.